أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، أرحب بحضراتكم من جديد ضمن هذه الانطلاقة المميزة، هذه الانطلاقة الصباحية في هذا السباق المحلي الثامن الذي نشهده نحن وإياكم على أرضية ميدان الشحانية في هذا اليوم، يوم الأحد 9 من أبريل لعام 2023 للميلاد، في يوم ما قبل الختام، ما قبل ختامي هذا الموسم بانطلاقة هذه الذلل إلى صايل سن المسافات الطويلة، وهذه الشعارات المميزة، الشعارات الخاصة بأبناء القبائل ينطلق قبل قليل شوطنا 18، شوط الختام في هذا اليوم الخاص بالزمول لفئة الانتاج 8 كيلومترات، هي الرحلة المصاحبة لهذه الذلل الأصايل. مقدمة الشوط المركز الأول مخلاب وشعار عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي، حاضرا الدرعي في هذه الأثناء مقدما لنا اسمه، حاضرين أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، مرحبا يا بن ثعلوب. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات هزام وشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري قادما بشعاره المميز المركز الثاني. المركز الثالث حامل الرقم 2 هياض وشعار سهيل بن سعيد بن حفار المري على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات حاملا للرقم 4 يحضر شعار مشاكل حاضرا بشعار زايد بن محمد بن قران المنصوري على المركز الرابع يقدم لنا مشاكل. المركز الخامس اتابع من الجانب الايمن يحضر المنطلق في هذه الاثناء شعار شقران سالم بن راشد بن محسن بن عبدان يقدم لنا شقران من الجانب الايمن على المركز الخامس. هكذا نتيجة نداءنا الاول الخاصة بالخمس المراكز الاولى والمسموح لنا كمذيعين لنداء للخمس المراكز الاولى في هذا الشوط. نعود مباشرة الى مقدمة الاسماء الى المركز الاول بعدما اتممنا النداء الاول، نعود مباشرة منه نتحول الى بداية الشوط الى المركز الاول الى مخلاب وشعار عبد الله بن حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي على البداية الاولى ينطلق ويقدم لنا مخلاب في هذه اللحظات. المركز الثاني أرى شعار هزام حاضر شعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا حضور وانطلاق هزام في هذه اللحظات. المركز الثالث بدأ شعار الحفار قادم سهيل بن سعيد بن علي بن حفار المري يقدم لنا هياض على المركز الثالث. المركز الرابع حامل للرقم 4 ما شاء الله بهذا الشكل المميز شعار مشاكل زايد بن محمد بن قران المنصوري قادما بمشاكل يحضر في هذا الشوط. المركز الخامس اتابع من الجانب الايمن اول ندى للابجر شعار محسن بن حزام بن راشد بن انديلة قادم في هذه اللحظات بن انديلة. اعود الى مقدمة الشوط، راح 3 كيلومترات باقي 5 كيلومترات، تفصلنا عن كلمة النمو والناموس ناموسين، ناموس الانتصار وناموس الانتاج بالفعل. نعود مباشرة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول الى الدرعي، ما زال منطلقا في الصدارة، ينطلق على البداية يتربع على عرش المقدمة يقود الاسماء بكل ثقة بثقة شعار الدرعي عبد الله بن حمود بن ثعلوب بن
بن سالم الدرعي حاضر لنا باسم مخلاب المركزي الثاني. دير لبالك يا مخلاب الاسماء حاضرة، الزمول بدأت بالاقتراب، تقترب رويدا رويدا رويدا، كل منهم يبغي المركز الاول. حاضر شعار رزام محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري بهذا الشعار المميز يتقدم ويقدم لنا حضور هزام، بينما بن حفار قادم هياض على المركز الثالث. السهيل بن سعيد بن علي بن حفار المري حاضرا على المركز الثالث، ولكن ارى تدخل في هذه الاثناء من قبل المركز الرابع اللي يتواجد شعار شقران سالم بن راشد بن محسن بن عبدان على المركز الرابع يتسلل الى المركز الثالث. المركز اتابع المركز الخامس هنا في هذه اللحظات، واختتم بنداءنا شعار المنطلق بن قران المنصوري مشاكل 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 زايد بن محمد بن راشد بن قران المنصوري. نعود مباشرة الى مقدمة الشوط، الى البداية، الى اللي ما زال صامدا في هذه اللحظات. ينطلق مخلاب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي على البداية الاولى، يتقدم ما زال مسيطر على المركز الاول، ما بغير المركز الاول، ولكن الدرعي انت تريد والمشاركون يريدون والله يفعل ما يريد. المركز الثاني حاضر هزام محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الثاني، يقدم لنا اسمه قادم شعار الهاجري خطير في هذا الشوط. المركز الثالث نتابع الحضور من بن حفار، قادم سهيل بن سعيد بن علي بن حفار المري، ولكن التسلل من قبل الشقران سالم بن راشد بن محسن بن عبدان اللي تسلل، بينما اللي حاضر قادم باستراحة المحارب. مشاكل يبدو لي هذا بسبب لهم مشاكل في هذا الشوط. شعاري زايد بن محمد بن قران المنصوري قادم هنا في هذه الأثناء مع هذه الاستراحة المميزة، استراحة المحارب. شعار المنصوري زايد بن محمد بن قران بن راشد المنصوري متسللا من المركز الخامس الى المركز الرابع. المركز الخامس اختم بنداءنا شعار الابجر ومحسن بن حزام بن راشد بن انديلة. نعود مباشرة الى مقدمة الشوط، الى الدرعي، الى البداية، الى المركز الاول. مخلاب مخلاب عبد الله بن حمود بن ثعلوب بن سالم الدرعي ينطلق على البداية الاولى على المركز الاول، ولكن الاسماء بدأت تقترب بالفعل منك، بدأت تقترب رويدا رويدا رويدا. بين جليميت حاضر على المركز الثاني، قادما بهزام محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري حاضرا على المركز الثاني. رغم الهواء المعاكس لسير الهجن الا هذا الاداء الممتاز، تنطلق هذا الزمول باداء ممتاز. المركز الثالث نتابع شقران سالم بن راشد بن محسن بن عبدان على المركز الثالث. المركز الرابع مشاكل مشاكل المشاكل مشاكل، بدأ بالمشاكل مشاكل زايد بن محمد بن قران بن راشد المنصوري حاضرا في هذه اللحظات. المركز الخامس أرى شعار المنطلق في هذه اللحظات، هياض هياض سهيل بن سعيد بن علي بن حفار المري، ولكن العودة إلى الدرعي ينطلق بأداء ممتاز في هذه الرياضة الغالية على قلوبنا، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة الحاضر ورياضة الماضي ورياضة المستقبل بإذن الله تعالى. نعود إلى بداية الشوط، إلى مجريات هذا الشوط، شوط الزمول الخاص بالإنتاج ينطلق على المركز
المركز الاول مخلاب عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي على المركز الاول، ولكن بالاجل اليمين بدا بالقدوم عزام محمد بن راشد بن ثلاب بن اجل اليمين الهاجري، ايضا شعار الحفار قادم اسهيل بن سعيد بن علي بن حفار المري قادما مع عياض، ومشاكل مريح مشاكل مريح على الاخير قادم بشعار زايد بن محمد بن قران المنصوري في هذه اللحظات على المركز الرابع. المركز الخامس شقران سالم بن راشد بن محسن بن عبدان، ولكن اعود الى بداية الشوط بدأت الاسماء بالاقتراب، هنا اربعة مراكز اولى متقدمة في موقع واحد، هنا تحلو المنافسة مع هذا المنعطف الاخير. بدأنا بالانحناء نحو المنصة الرئيسية نحو المقصورة الرئيسية، هنا مع المنعطف الاخير مع المنحنى الاخير في هذه اللحظات، والدرع باقي باقي ما سلم الصدارة باقي على البداية، ينطلق بهذا الاداء الممتاز عبد الله بن حمود بن ثعلوب الدرعي الله الله، ولكن حضر بن جريميد قادم في هذه اللحظات هزام يحضر محمد بن راشد بن ثعلوب بن جريميد الهاجري، وعفرين على وين عفرين على وين ناصر بن عبد الله الحفيظ المري، هذا من وين جانا هذا من وين وصلنا وصلنا بالامتار الاخيرة، اول ندى لعفرين لعفرين انطلقوا على وين على الصدارة عناصر بن عبد الله الحفيظ المري، ولكن الدرعي في هذه اللحظات وبرجل يمين اشتد الصراع بدا هدير الزمول الناموس لمن عفرين بالانجازات بالبطولات، وهزام على المركز الثاني حاضر محمد بن راشد بن ثلاب بن اجل يمين الهاجري عفرين هزام اللحظات الاخيرة ناصر بن عبد الله الحفيظ اللي يحافظ على المركز الاول، ولكن بن اجل يمين الله 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 الناموس لمن عفرين هزام هزام عفرين عفرين هزام روح بن اجل يمين بن ثلاب بن ثلاب اهدى الناموس الى الاحباب، ناموس بن ثلاب على هذا الانتصار محمد بن راشد بن ثلاب بن اجل يمين الهاجري مع حزام بطل هذا الشوط. المركز الثاني عفرين ناصر بن عبد الله حفيظ المري، المركز الثالث اياب اسهيل بن سعيد بن حفار المري، المركز الرابع شعار مخلاب عبد الله بن حمود الدرعي، المركز الخامس شعار عديم حسين بن عبد الهادي الغفراني. تاني نوال مبروك، نعود بالتانية في هذه اللحظات للشعار محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع حزام بطل هذا الشوط بتوقيت زمني قدره 13 دقيقة 46 ثانية و19 جزء من الثانية. تاني لك يا بن جليميد على هذا الانتصار. المركز الثاني اتانا عفرين ادى اشكر عليه شعار ناصر بن عبد الله بن ناصر حفيظ المري 13 دقيقة 47 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. المركز الثالث المركز الثالث شعار اياض سهيل بن سعيد بن علي بن حفار المري قاطع المسافة 13 دقيقة 53 ثانية و33 جزء من الثانية. تاني نوال ناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح، حظ نوفر لمن لم يحالفه الحظ، هكذا انقضت منافسات هذا اليوم. نعود بالتانية مع النشرة الختامية حشمة بطلة الشوط الاول الرئيسي الخاصة بالحيل ناصر بن عمير بن ناصر الرمزاني النعيم، والتوقيت الافضل مع حشمة 12 دقيقة 39 ثانية 91 جزء من الثانية، بينما برزان بطل الشوط الأول الرئيسي الخاص بالزمول عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري. تانينا لك يا بن ترحيب على هذا الانتصار، تانينا لجميع الفائزين، ونستكمل باقي الأسماء الفائزة في هذا الصباح. تقبلوا تحياتي إلى يوم الغد بإذن الله تعالى يوم الختام، فسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.